أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله العظيم. الآية 53 من سورة آل عمران، الحزب السادس. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكل من يستمع إلي الآن. فيديو اليوم مميز جدا، وهو مقدم خاصة إلى المدارس القرآنية وإلى التلاميذ وإلى الأطفال. معي اليوم مصحف مميز، وهو المصحف المفهرس برواية ورش لقراءة نافع. نعم، هذا هو المصحف. لنتصفح هذا المصحف مع بعض. هو صادر عن دار غار حراء للطباعة والنشر، الطبعة الأولى عام 1429 هجرية الموافق ل2008. الخطاط هو عثمان طه كالعادة، الخطاط المشهور. هذه سورة الفاتحة بهذا الشكل، والآية الأولى الخمس من سورة البقرة. المصحف هذا خطه جميل كما ترون، وألوانه زاهية كما يقال. الصفحة في الأصفر، وأرقام الآيات كما ترون بالأصفر القاتم. نعم، فاللون الأصفر يساعد على الإدراك كثيرا وعلى سرعة الالتقاط كما يقول علماء النفس. إذن هكذا تكون الصفحات في هذا المصحف كما ترون. نعم، هذا الحزب الأول، اسم الصورة، الصفحة كالعادة، وأرقام الآيات. فالمعروف في الحفظ وفي القراءة عموما هو أن الناس تتابع الكتب، والآن مع هذا المصحف فالناس، هناك من يحب أن يختار الألوان، هناك من يحب أن يختار الخط، هناك من يحب نوعية المصحف كبير أو صغير، نوعية الورق، كلها أمور تساعد على الحفظ وعلى القراءة. أما إذا جئنا عند الأطفال فالأمر يختلف، والتلاميذ أيضا في المدارس. لماذا؟ لأن التلميذ أو الطفل يحب أن يرى أمورا خاصة به في الطفولة، تعتمد على المغريات. الطفل يحب الإغراءات كثيرا، يحب الألوان، يحب الشكل المتميز، يحب الصوت المتميز، يحب أمورا ليست طبيعية إن صح التعبير. فحتى في حفظه للقرآن يجب أن يكون متميزا، هو يرى نفسه متميزا، ويجب أن ندخل إليه من باب الطفولة وليس من باب آخر. وعليه فمسألة الحفظ عند التلميذ أو عند الطفل تتميز بصعوبة شديدة، لكنها سهلة بالنسبة إليه كطفل، لكن طريقة الحفظ وآلياتها تكون صعبة. ماذا؟ لأنه لا يحب أن يفرض عليه أمر صعب مثل حفظ القرآن الكريم مثلا، إذا كان لا يرغب فيه أو كان يتثاقل أو كان يفضل اللعب على الحفظ أو على قراءة القرآن، سواء في البيت أو في المدرسة أو في الكتاب كما يقال. وعليه فالمميز في هذا هو الفهرسة. لهذا أردت أن أشجع فقط التلاميذ والأطفال لاقتناء مثل هذه المصاحف، لأنها تساعد كثيرا في الحفظ. كما تلاحظون هذه سورة البقرة، تبدأ سورة آل عمران بهذا الشكل. نعم،
ثم تبحث بسهولة دون أن ترجع للفهرس في آخر الصفحة أو في آخر المصحف، ثم تنتقل من صورة إلى أخرى بكل سهولة. هذا يساعد، يعني حقيقة يساعد الكبير والصغير على القراءة وعلى الحفظ. المائدة كما ترون، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة وغيرها من الصور، هكذا هي الصور. ثم عندما نكمل إلى هنا إلى صورة العنكبوت يبدأ الجزء الثاني من الفهرس بهذا الشكل هكذا. فننتقل من صورة الروم إلى لقمان، السجدة، الأحزاب، إلى غاية جزء عم. هنا في جزء عم بهذا الشكل طبعا تبدأ الصور الصغيرة والقصيرة، فلن تجد له فهرسة، ستجدها متتالية بهذا الشكل. طبعا لا يمكن وضع فهرس لها، لكن يمكن الانتقال إليها بتقليب الصفحة فتجد الصورة عقب الصورة. هذا يساعد الطفل، يساعد الكبير كما قلت والصغير على الحفظ وعلى عدم الذهاب إلى الفهرس في آخر المصحف والبحث فيه وتقليب الصفحات الكثيرة. يحتوي المصحف في الأخير كعادة المصاحف دائما على دعاء ختم القرآن الكريم، وسأقدمه في فيديو خاص. أيضا هناك دعاء حفظ القرآن الكريم، وأيضا سأقدمه لكم في فيديو خاص. أيضا ما يميز هذا المصحف، هناك فهرس آخر وهو فهرس أمجدي تجده في آخر المصحف، فهرسا أمجديا يبدأ بسورة آل عمران، إبراهيم، الأحزاب، الأحقاف، الإخلاص، الإسراء، يعني مرتب حسب الحروف الأبجدية، ألف، باء، جيم، دال، وهكذا حسب الحروف العربية الأبجدية. رقم الصفحة ورقم الآية يختلف عن الفهرس في ترتيب الصور كما عهدنا من 1 إلى 114. أيضا هناك فهرس آخر مميز وهو فهرس الأحزاب والأجزاء، أيضا تعرف من خلال هذه الصفحة رقم الحزب وصفحته بالضبط، فتنتقل مباشرة إلى الحزب وإلى الصفحة لكي تقيد ما تقرأ أو ما تحفظ. فهذا شكل مميز أيضا وجميل. نعم، أيضا يوجد فهرس آخر وهو فهرس النزول، الصورة كما ترون ورقمها ومكان نزولها يساعد أيضا الشخص على أخذ معلومات عن الصورة التي يقرأها فيعرف مكان نزولها، وتعتبر ثقافة قرآنية جميلة خاصة إذا أخذها الطفل هكذا. هنا إشارة إلى أن بعض الصور كما ترون هنا بعض الآيات نزلت في غير نزول الصورة، ككل بعض الآيات نزلت في أماكن أخرى، مثلا الفرقان نزلت في مكة، لكن الآيات 45 و46 نزلت في الطائف مثلا. هذه معلومة جيدة. أيضا هنا بعض الآيات التي نزلت فيخبرك أين تم نزولها. يوجد أيضا الفهرس العادي وهو فهرس الصور، الصورة رقمها الصفحة من 1 إلى
114 انتهاء بسورة الناس. أيضا يوجد صفحة خاصة بأسئلة الضبط خاصة بالقراءة. كما يوجد تعريف بهذا المصحف الشريف. أيضا هناك بعض الاستشارات التي قامت بها دار النشر، فاستشارت الدكتور أحمد بدري حسون في مفتي الديار السورية، واستشارت أيضا مفتي الديار المصرية الأستاذ علي جمعة، واستشارت أيضا شيخ القراء كريم راجح بسوريا. أيضا هناك استشارة لوزير الاقتصاد والتجارة بالجمهورية السورية، وشهادة بتسجيل أثر أدبي وفني بوزارة الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية. وفي الأخير إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني بجمهورية مصر العربية.